قرار حظر تصدير الخردة والذي يشكل خطوة مهمة لدعم الصناعات المحلية وضمان استقرار السوق. تعتمد الصناعة وخاصة قطاع البناء والتشييد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره. ومع بدء تنفيذ هذا القرار تتطلع الآمال إلى انتعاش المصانع المحلية واستعادة نشاطها الاقتصادي، مما قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وهو قرار يبدو تبدو الآمال معقودة عليه في استعادة العافية الاقتصادية. وللحديث أكثر عن هذا المورود وكيف يمكن لخردة أن تسهم في رفع الاقتصاد المحلي، نناقش هذا الموضوع للمرة الأولى مع الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن. فأهلا وسهلا بك معنا في ديوان بلقيس للحديث حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور سامي، ومثل ما شفنا في التقرير يعني الحديث عن هذا القرار الذي أصدر بوقف تصدير الخردة إلى الخارج، كيف سيؤثر مثل هذا القرار على حظر الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل؟ اولا يجب ان نعرف انه الصادرات الخرده هذه كانت تمثل 545 مليون دولار، للاسف كانت هي حجم الصادرات التي كانت تصدر حتى الارقام هذه حتى عام 2020. يعني الان نقدر نقول ان حجم الصادرات هذه اكبر من ذلك الرقم بكثير. الواردات اللي كانت الخرده اللي كانت تورد للمصانع كانت تبلغ في فتره سريان قرار او عدم سريان قرار وقف التصدير كان حوالي 70 طن يوميا. بعد صدور القرار ارتفع حجم الخرده التي تورد الى المصانع المحليه الى اكثر من 250 طن يوميا. يعني زاد حجم توريد الخرده الحديد الى المصانع الوطنيه 3 أضعاف. المصانع الوطنية قادرة على استيعاب، هي طبعا 4 مصانع رئيسية للحديد عندنا، لديها القدرة على استيعاب 1000 طن يوميا لكل مصنع من الخردة الحديد. نعم. طبعا المصانع هذه قادرة على تلبية احتياجات من 70 إلى 80% من احتياجات الخام أو الحديد المستخدم كخرسانات في البناء. وبالتالي كان ممكن تخفض فاتورة استيراد الحديد المصنع من الخارج. هذا القرار جاء لحماية العملة المحلية، لحماية الصناعة المحلية، لتوفير لحماية الأيدي العاملة المدربة والماهرة التي كانت موجودة في هذه المصانع، والتي يقدر عدد الذين توقفوا عن العمل في هذه المصانع بسبب كان تصدير الخردة إلى 1500 عامل ماهر مهندس. نعم، فهذا شيء إيجابي يعني على الاقتصاد اليمني، استثمار هذا الجانب بالأخص مع يعني زي ما أنت ذكرت عدد كبير من الأشخاص يعني يفقدوا أعمالهم نتيجة عدم الاهتمام بهذا القطاع. كلمنا أكثر دكتور سامي، ما هي مصادر هذه الخردة؟ بما أنك ذكرت أنها ما شاء الله 70% موجودة، ويتم يعني هل هناك فعلا حاجة لأن احنا مثلا نستورد أيضا مواد من الخارج علشان تغطي الاحتياج المحلي في اليمن؟ وبسبب الظروف الحرب تقريبا الاقتصاد اليمني فقد كثير من القدرة الصناعية. اليمن أصبحت الآن تستورد أكثر من 80 إلى 90% من احتياجاتها من المواد المصنعة. الحديد كان للأسف إحداها. قبل الحرب كانت المصانع قادرة على تلبية احتياجات الكثير من المخرجات الداخلة فيها الصناعة الحديد عفوا. طبعا مصادر خردة الحديد هي التالف من السيارات او السيارات القديمة، مخلفات البناء، المواد الحديدية التي يعني داخلة في صناعة الاثاث وغيرها من الاثاث، حتى يعني السفن الغارقة في البحر يعني تدخل ضمن خردة الحديد. فبالتالي للاسف اليمن ليس لديها مادة الحديد الخام، وكانت تعتمد على خردة الحديد في اعادة تصنيعه وتحويله الى مصنوعات حديدية، او بالأصح إن منتجات المصانع الحديدية كانت هي عبارة عن حديد مستخدم في البناء. قطاع التشييد والبناء عندنا في اليمن كان قطاع نشط قبل الحرب. للأسف قيام التجار بإعادة تصدير الخردة قبل هذا القرار أدى إلى أنه كثير من المصنعين، على الأقل من ال4 مصانع، توقفوا عن الإنتاج، والمصنعين الآخرين اللي كانوا يعملوا بأقل من 30% من طاقتهم.
هذا أدى إلى أنه ارتفاع أسعار الحديد، وبالتالي ارتفعت معه تكلفة البناء في داخل البلد. الآن المصانع هذه بيعاد تشغيلها الآن، كما تم إبلاغي من بعض مدراء وملاك المصانع الحديد أنه بدأوا يعملوا ورديات أكثر في المصانع من أجل استقبال كميات الحديد وإعادة تصنيع هذا الحديد، وبالتالي سيكون هناك حديد بجودة أفضل وبسعر أقل في السوق، وذلك ينعكس على أسعار مواد البناء وتكلفة البناء في داخل البلد. يعني أنت دكتور تقول إنه الحديد المحلي سوف يساعد المواطنين في عملية في تخفيف أعباء عملية التشييد والبناء، أنت تقول قصدك هكذا صح؟ نعم، ليس في السعر فقط، بالسعر والجودة. يعني الحديد المحلي كان ذات جودة عالية، بينما الحديد المستورد كان جودته أقل، إضافة إلى السعر. السعر برضه يلعب دور مهم، الحديد يلعب يعني يمثل جزء مهم من تكلفة البناء. نعم. طيب دكتور سامي، يعني من وجهة نظرك، يعني الموضوع فيه أكيد جانب تحديات، فما هي أبرز التحديات التي ممكن تواجه المصانع في استيعاب يعني كميات كبيرة من الخردة المتوفرة بعد إصدار هذا القرار؟ هي المصانع قادرة على استيعاب كمية أكبر من الخردة المتاحة في السوق. يعني نقول إنه المصانع لديها القدرة على تلبية احتياجات اليمن كامل في الحديد، لكن كمية الخردة اللي موجودة في السوق هي لا تغطي إلا 70 إلى 80% من احتياجات السوق، وبالتالي المصانع لديها القدرة على الاستيعاب. لكن التحدي الأبرز اللي قد تواجه المصانع هو الالتزام بتنفيذ هذا القرار 100% ومواصلة الالتزام به. القرار هذا ليس أول مرة يطلع، القرار طلع مرتين، 2004 وتم إلغاؤه في 2011، ثم أعيد إصداره في 2013، والآن يتم إعادة إصداره. التحدي الأبرز هو التزام جميع الجهات والمعابر البرية والبحرية بتنفيذ هذا القرار والالتزام باستمرار تنفيذ هذا القرار. نعم، وهل فعلا يعني مع هذا القرار زي ما انت ذكرت، هل فعلا سنستطيع ان نحقق الاستيعاب الكامل لليمن، بحيث ان احنا فعلا نغطي احتياج الحديد من خلال الصناعات المحلية؟ كما قلت، هو المصانع قادرة على تلبية احتياجات من 70 إلى 80% من المصانع، وهناك حماس شديد لدى مدراء المصانع اللي تحدثنا معهم بأنه يعني المصانع كانت شبه متوقفة، كان يتم الإنتاج بما يقل عن ثلث قدرات المصانع. فلذلك أنا أتوقع أنه هذا القرار سيؤدي إلى أن المصانع تشتغل بطاقة أكبر من الطاقة اللي كانت تعمل بها من قبل، وبالتالي قد يكون هناك استيعاب لعمالة إضافية وتوسع لحجم السوق المحلي من الحديد، وذلك سيؤدي إلى يعني انتم انتعاش في لمستم تجارة. عودة المصانع، يعني هذا القرار فعلا حسن من عودة المصانع، ويعني اليوم هي تعود للعمل بنفس الكفاءة التي كانت عليها. بالضبط، أنا بلغنا أحد مدراء المصانع بأنه الآن عملوا ورديات أكبر لاستقبال الحديد وإعادة التصنيع. يعني إنكم كانوا يعملوا وردية واحدة، الآن بيعملوا ورديتين، واحتمال يكون في وردية ثالثة. بالتالي المصانع بتشتغل بطاقة كبيرة وبيعيد توظيف العمال اللي كانوا استغنوا عنهم، وقد نجد مصانع أخرى تظهر في السوق. طيب دكتور سامي، يعني أنت تتكلم يعني والكلام حقيقة مبشر بالخير، ولكن لو تكلمنا عن الأيدي العاملة، كيف يمكن توجيه الشباب اليوم للاستفادة من فرص العمل الجديدة الناتجة عن هذا القرار؟ سؤال جميل جدا، وأعتقد التقرير اللي بثيته قبل قليل كان يتحدث عن جزئية من هذه الإجابة. بردة الحديد لا تستخدم فقط في الصناعات، في المصانع، يعني في المصانع الكبيرة، أيضا الورش الصغيرة كما تحدثت أنت، شارع الحدادين في عدن، أو صحيح. في كل محافظة من محافظات اليمن لديها في أحد مدنها شارع للحدادين وعمال اللحام. كل هذه الصناعات وصناعات الآثاث والأدوات المنزلية تعتمد على الحديد، واللي كان يحصل بشكل كبير من يحصل عليها هذه الورش بشكل كبير من خردة الحديد. عدم تصدير هذه الخردة يعني أنه هذه المحلات ستتوسع في الإنتاج، وبالتالي سيكون هناك ورش أكبر وورش أكثر وأيدي عاملة تشتغل في السوق أكثر، وهذا سينعكس على أسعار المنتجات اللي ينتجوها بأنها ستكون أقل. بدل ما كان الورشة أو العامل في الورشة يعني يستورد الحديد الخام، الآن أصبح أنه سيجده في المصنع أو سيجده من خردة الحديد التي تباع محليا. أيضا سنجد صناعات أخرى تستخدم الحديد، خاصة الصناعات
يدوية خفيفة تنتشر بين الشباب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي يعيش فيها الشباب، وبالتالي هذا أحد المخارج اللي أمام الشباب للدخول في سوق العمل. نعم، طيب للأسف يعني اليمن بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وعدم الاستقرار يعد واحدة من أكبر التحديات اللي يواجهها أي قطاع في اليمن. بالنسبة لهذا الموضوع، كيف يمكن فعلا أن ندعم استقرار الاقتصاد في اليمن بحيث نعزز الثقة بين المواطنين والمستثمرين بعد هذه القرارات التي ستعود بالفائدة على المواطنين وأيضا المستثمرين والعاملين في هذا القطاع؟ طبعا قرار وزارة المالية هو قرار رائع جدا، يعطي الثقة لأصحاب المشاريع اللي يعملون في داخل اليمن بأن هناك دولة قادرة على أن تحميهم وتوفر لهم بيئة العمل المناسبة، وقد يكون ذلك عامل جذب للاستثمارات، خاصة اليمنيين المهاجرين في الخارج الذين كانوا يبحثون عن نقل جزء من استثماراتهم إلى داخل البلد، وخاصة في تجارة أو صناعة الحديد اللي تعتبر هي عصب الحياة لأي دولة تريد أن يكون لديها قطاع صناعي. يكفي أن نعرف أن قطاع الحديد أو الصناعة الصلب كما تسمى هي الصناعة الرئيسية في أي بلد متقدم، فإذا كانت الحكومة بدأت بحماية مثل هذه الصناعات قد يكون هذه رسالة إيجابية لباقي المستثمرين بأنه اليمن والبيئة في اليمن تتحسن من أجل جذب المستثمرين. صحيح الأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع أسعار أو انخفاض أسعار العملة المحلية، لكن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لمحاولة جذب المستثمرين، وإن كانت ما زالت في خطواتها الأولى. دكتور سامي، يعني ختاما نتمنى انه فعلا انه ترجع عدن زي زمان، وقد كانت في فتره نشطت جانب الاستثمار الخارجي، ولكن مع ظروف الحرب للاسف يمكن شهد هذا الجانب حاله ركود، لكن باذن الله مع هذه القرارات التي تبدو للوهله الاولى ان يعني مخيفه نوعا ما، ولكنها كونك يعني دكتور وخبير في هذا المجال اليوم طمنت المشاهدين وطمنت الناس انه فعلا هذه القرارات هي لصالح المجتمع صحيح. والفرد. فعلا ودي، وهذا يخليني كمان أسألك على موضوع يعني الشباب أنفسهم، القوى العاملة، هل هي قوى مدربة جاهزة أن تستفيد من هذا القطاع؟ كيف يبدو يعني اليوم الشباب العاملين في هذا القطاع وخبراتهم؟ أيضا هل هناك خطط مثلا لتدريب القوى العاملة بحيث يتم الاستفادة بشكل جيد من القطاع بعد هذه القرارات التي زي ما ذكرت ستنعكس بشكل إيجابي على موضوع يعني قطاع الصناعات في الحديد؟ وللأسف نحن في اليمن لدينا سنويا ما يقارب 48 ألف شخص يدخلون إلى سوق العمل كل عام، قدرة السوق على استقبال هذه الأعداد ضعيفة جدا، لذلك كثير من الشباب يلجؤون رغم أنهم قد يكونوا حاصلين على شهادات جامعية أو ما فوقها يلجؤون إلى العمل المهني. نحن الأيدي العاملة اليمنية تتميز بالمهارة، وكانت يعني مصدر رئيسي لدخل اليمن هو الايدي العامله اللي بتعمل في دول الخليج، خاصه المملكه العربيه السعوديه حيث يتواجد ما يقارب 2 مليون شخص. هؤلاء بعضهم عاد بسبب القرارات السعوده وغيرها، وبالتالي السوق الان موجود فيه ايدي عامله كثيره ماهره قادره على العمل واستغلال مثل هذه الاوضاع، وكل شخص من هؤلاء قادر على توظيف اشخاص اخرين للعمل معه، وبالتالي توسيع السوق. قرار مثل هذا قد يكون للوهلة الأولى غير مؤثر، لكن له آثار إيجابية كبيرة في المستقبل إذا تم الاستمرار في تطبيقه. طيب دكتور، هذه المرة ختاما صدق يعني علشان يكون في مصداقية، احنا في اليمن هل في يوما ما بنشوف جانب مثل ما نستورد، هل بنصدر في هذا الجانب؟ لدينا الكثير من المقومات للتصدير، حتى الآن يعني نحن لدينا مقومات تصدير، نحن صادراتنا تبلغ الآن غير النفطية حوالي 450 إلى 500 مليون دولار، لكن للأسف كلها مواد أولية، يعني عسل، بن، بعض الصناعة، المنتجات الجلدية، الخضروات والفواكه. الآن ممكن نحول هذه المواد الأولية إلى صناعات، مثلا أن نحول العسل من الصورة الأولية إلى صناعة عسل، أن يكون البن نحوله إلى منتجات من منتجات البن، من كابتشينو وغيره من المنتجات مثلا. ايضا الخضروات والفواكه، الصناعات الغذائيه، المنتجات الجلديه، لدينا القدره على ان احنا نتحول الى دوله صناعيه، ولكن طبعا ليس بيوم وليله ولا سنه سنتين، ذلك يتطلب مجهود كبير، والتنميه اصلا عمليه طويله تاخذ سنوات طويله وليست بين يوم وليله، هي النمو عمليه قصيره، لكن التنميه والتحول من حاله اقتصاديه الى حاله اخرى تاخذ وقت طويل
يعني لم تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى 20 سنة. فعلا نتمنى فعلا تشهد اليمن بعد هذا القرار الازدهار الذي تحدث عنه دكتور، ونتمنى فعلا أن يقبل الشباب اليوم على هذا القطاع الذي فعلا بحاجة إلى أيادي وخبرات متميزة حتى نقدم للسوق المحلية ما يكفيها من المنتجات ذات الجودة العالية. شكرا لوجودك معنا للحديث حول هذا الموضوع الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن. شكرا لك. في أمان الله.